هنروح للخبر المهم اللي بعد كده، وهي خبر هيكون معانا بالنسبه لمنتخب الشباب. طبعا كلنا تابعنا، وزي ما احنا شايفين دلوقتي رسميا وزير الرياضه يعلن انسحاب منتخب الشباب من تصفيات افريقيا. الخبر ده كان منذ ساعات، يا ريت تقولي بقى عشان عايز اعلق شويه على الخبر ده، وعايز اقف شويه عند خبر منتخب الشباب. كلنا تابعنا امبارح، من امبارح او مفيش حديث يعلو فوق صوت منتخب الشباب اللي دلوقتي في تونس. من المفترض عنده بطولة، كانت أول مباراة النهاردة أمام المنتخب الليبي يوم 15 ديسمبر. البطولة دي بيستعد لها منتخب الشباب من ثلاث سنوات، والكابتن ربيع ياسين وكل أعضاء الجهاز الفني والجهاز الإداري بيشتغل عشان اليوم النهاردة، عشان العشر أيام اللي جايين دول. فكان في عمل شاق، كابتن ربيع ياسين لف مصر كلها، كرة ونجوع ومحافظات مصر، علشان يجمع قوام لمنتخب مصر الشباب. المنتخب ده بيكون بعد كده هو النواه الرئيسيه مع منتخب مصر الاول وكمان للانديه. شفنا كابتن ربيع واختياراته، وشفنا كمان اللعيبه دي بقت موجوده دلوقتي في الاهلي والزمالك واسماعيلي وانبي بتلعب في الفريق الاول. ايه اللي حصل وايه الحكايه والجديد؟ كل حاجه هتعرفها عندنا هنا في برنامج الاشباه. امبارح تم عمل مسحه قبل المباريات، ودي لائحه في الاتحاد الافريقي دلوقتي، اي مباراه بيتم عمل مسحه علشان تعرف مين اللي موجود في المباراة من اللي خارج بره المباراة. امبارح بعد عمل المسحة تم النتيجة امبارح 14 لاعب من منتخب مصر العينة إيجابية من قوام 28 لاعب. فالنهاردة 14 لاعب، ده عدد كبير جدا، بالإضافة إلى الكابتن ربيع ياسين المدير الفني. طيب لائحة الاتحاد الأفريقي بتقول إيه؟ لائحة الاتحاد الأفريقي بتقول علشان يكون موجود في القائمة زي مباراة النهارده من منتخب مصر لازم يكون 15 لاعب. النهارده منتخب مصر أعلن هزيمته أمام منتخب ليبيا، المباراة كانت من المفترض النهارده الساعة 3 عصرا. أعلن هزيمته النهارده 3-0 بالانسحاب، علشان منتخب مصر القوام الرئيسي أو القائمة بتاعت المباراة فيها 14 لاعب، فالنهارده القائمة بتاعت منتخب مصر كانت ناقصة واحد. ناقصة واحد علشان ينضم، عشان كانت المباراة تقام ولاعبي منتخب الشباب يقدروا يلعبوا المباراه النهارده. طيب القائمه 14، خلاص منتخب مصر هزيمه 3-0 امام منتخب ليبيا. طب عايزين نرجع لورا شويه نشوف هل كان في استعداد للبطوله دي، استعداد من الاداري للبطوله. شفنا النادي الاهلي، شفنا النادي الاهلي في مشواره الافريقي عشان يحصد البطوله كان في استعدادات وكان في جهد كبير، وكمان الانديه المصريه عشان ما يقتصرش العمل على النادي الاهلي. لكن شفنا النهارده النادي الاهلي في الوداد المغربي النهارده علشان يسافر، بنشوف في مدير اداري مفروض بيسافر قبل البعثه علشان يرتب كافه الاجراءات. طيب ما سافرش ليه؟ كابتن عادل محفوظ عمل مسحه قبل السفر لتونس، العينه بتاعته ايجابيه، ما سافرش. طيب النهارده اتحاد الكوره هل سفر حد لتونس يشوف اقامه البعثه هناك وترتيبات البعثه، يشوف الاكل، يشوف الشرب، يشوف الفندق، يشوف الملاعب؟ ما حصلش. النهارده ازاي اسافر اروح اقعد في فندق فيه كل الخمس فرق المشاركه، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، عدد كبير من اللاعبين. النهارده لازم اسافر اشوف الاقامه بتاعتي، لو الفندق ده ما يناسبش معايا وما فيهوش اجراءات احترازيه احجز انا على حسابي، اوفر كافه الاجراءات وكافه الامكانيات لمنتخب مصر. ده ما حصلش. طيب الحاجه الثانيه، منتخب مصر معاه طبيب للفرقه. طب النادي الاهلي النهارده لما سافر مباراه الوداد المغربي، هل النادي الاهلي اكتفى بوجود الطبيب؟ لا، النادي الاهلي اخذ معاه الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه علشان يتابع كافه الاجراءات الاحترازيه هناك في المغرب. طب منتخب مصر الشباب عمل كده؟ مفيش رئيس اللجنه الطبيه لاتحاد الكوره عشان يروح ويتابع ويشرف على كافه الاجراءات الاحترازيه هناك في تونس ويطمن المنتخب. فده ما حصلش. خلي بالكم احنا بنسلسل المواضيع علشان الموضوع ما جاش كده يعني فجأة. إذ فجأة النهارده اكتشفنا ان 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، لازم في اسباب انا باخد بيها. لازم يبقى عندي الاقامه بتاعتي، عندي رئيس اللجنه الطبيه بتاعي، لازم احجز، لازم يكون معايا زي ما يكون الشيف بتاعي والطباخ بتاعي عشان كافه الاجراءات دي كلها. النهارده لما اكون شغال لمده 3 سنين علشان أعد قوام هذا المنتخب، ويجي في الآخر علشان في الخطوات الأخيرة أو في السبع الأخير أقصر وارتاح، ما ينفعش الكلام ده. طيب الحاجة المهمة بقى،
مين رئيس البعثة؟ رئيس البعثة مفروض الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكورة، وهو قامة محترمة له منا كل التقدير والاحترام. دكتور جمال محمد علي ما سافرش مع البعثة اللي سافرت من 6 أيام منتخب مصر لنابولس. دكتور جمال محمد علي هنا في مصر علشان كان عنده اجتماعات في الاتحاد الأفريقي. طب ده ينفع؟ ما ينفعش. بالمناسبة دكتور جمال محمد علي كان من المفترض أن يسافر النهاردة مع انطلاق أول مباراة هي مباراة ليبيا. خلي بالكم دي قضية مهمة جدا. ما ينفعش النهاردة تعدي مرور الكرام. إزاي أصرف على منتخب لمدة 3 سنوات كم مبالغ كبيرة النهاردة أصرف على المنتخب عشان يكون هو القوام الرئيسي لمنتخب مصر؟ إزاي أصرف على منتخب علشان لما يوصل كأس أمم وكان احتمال وصول هذا المنتخب إلى كأس الأمم بنسبة 98% أنه يلعب في موريتانيا في شهر 3، وصول كأس العالم نسبة كبيرة، وكمان منتخب مصر ده بيعد لأولمبياد فرنسا في 2024، فإزاي النهاردة أجي وأنا في الخطوات الأخيرة يبقى فيه كم هذا التقصير من كل المسؤول في اتحاد الكورة؟ هنا من هنا أطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بفتح باب للتحقيق، ما ينفعش الموضوع يعد كده مرور الكرام. أيضا اتحاد الكرة نزل بيان، والنهاردة كمان وزارة الشباب والرياضة نزلت بيان. بيان اتحاد الكرة بيقول إن النهاردة يعني حاولوا ويعني جاهدين قبل المباراة، لكن لائحة الاتحاد الأفريقي بتقول إن 14 لاعب، فما ينفعش إن اللعيبة تكون موجودة في المباراة زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. فالحكم النهاردة صفر بعد 30 دقيقة من انطلاق المباراة بفوز منتخب ليبيا بنتيجة 3-0. أيضا رد النهاردة كمان الوزارة ببيان الدكتور أشرف صبحي، وكمان في البيان بتاع الدكتور أشرف صبحي خلاص خطبه وزير الطيران، وزي ما احنا شايفين على الهوا وزير الطيران علشان ينسق عشان إرسال طائرة خاصة للاعبي منتخب الشباب هناك علشان يرجعوا مصر. ده كان بيان اتحاد الكورة، وده كان بيان وزارة الشباب والرياضة. لكن